بعد إقالته في 9 مايو أيار الماضي بشكل مفاجئ من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنقل وسائل أعلام أمريكية أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي سيدلي بشهادته أمام الكونغرس في قضية مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين وقضية العلاقات المشبوهة في حملة الرئيس ترامب الانتخابية مع روسيا. كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن زمان إدلاء كومي بشهادته سيكون في 8 حزيران يونيو الجاري، وبأن الجلسة ستكون علنية وأمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ وفق ما أعلنت اللجنة سابقا. تداعيات إقالة كومي المفاجئة أثرت عاصفة سياسية واسعة في الولايات المتحدة طيلة الفترة السابقة، لدرجة أن البعض وصفها بفضيحة ووترغيت التي أطاحت بالرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون عام 1974، حيث جاء في إحدى صفحات صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول مذكرة سرية كتبها كومي وذكر فيها أن الرئيس ترامب طلب منه إغلاق ملف التحقيق الخاص بوجود شبهات لصلة تربط بين مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين وروسيا حول تدخل الأخيرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ودعم حملة ترامب، الأمر الذي نفاه البيت الأبيض لاحقاً. إقالة كومي فتحت المزيد من الأسئلة وتكهنات في الشارع الأمريكي وتحديدا في الأوساط السياسية هناك، خصوصا بعد الانتقادات التي تعرض لها كومي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بعد تفجيره قنبلة إغلاق ملف التحقيقات المتعلقة بالبريد الإلكتروني الخاص بالمرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون وإعلانه بعد ذلك عن إعادة فتح التحقيق. لكن ورغم نفي ترامب للاتهامات الواردة في تحقيقات كومي، إلا أن هذه المسألة سيكون لها أثرها على البيت الأبيض وعلى منصب ترامب الرئاسي ربما خلال القادم من الأيام.